السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أخوتي، أهلا بكم. وإن شاء الله نتوكل على الله وعلى أهل البيت ونبلش محاضرتنا الثانية في حقل الأعداد المعقدة. حقل الأعداد المعقدة مثل ما وصلنا وياكم آخر شيء أعتقد وصلنا صفات النظير الجمعي والنظير الضربي، وهي الصفات الأساسية. اليوم راح ناخذ تعريف. التعريف ما راح يعني بالكتاب صفحة 14 التعريف موجود، انت تقدر كتابك وياي والتابع. راح نعرف شنو هو الكونجيجيت للعدد المركب. نعرف احنا العدد المركب من الاعدادية او من المدرسة انه العدد المركب يتكون من جزء حقيقي وجزء خيالي. طبعا هنا بنقول زائد، ممكن مجموع، ممكن مطروح. مرافقة طبعا هذا نسميه الريال، ريال زيت، يعني من نجي نقول ريال زيت يعني جزء الحقيقي بالعدد المركب هو يساوي لأي، وناخذ اي ام اختصار كلمة imaginary مالت العدد زيت هم كذلك. شي يطلع لي يطلع لي بي، وما ننسى مني يقول لك الجزء الخيالي تاخذ بس البي ما تاخذ الاي، لان الاي هي قيمة الانديكيتر اللي يقول لي انه هذا هاي القيمة هي عبارة عن قيمة خيالية. زين، ناخذ الكونجيجيت. كونجيجيت يعني مرافق العدد المركب، وهي شي الرمز له، هي شي الرمز له، او نقدر نقول اي زائد بي اي. هذا الكونجوجيت اذا نزل، اذا طبقنا على العدد المركب، اذا طبقنا تخيلوا يا هذا الخط ينزل على العدد المركب، يغير اشارة من، يغير اشارة الجزء الخيالي فقط. اذا كانت موجبة يسويها سالبة، واذا كانت سالبة يسويها موجب. اذن عندنا هنا ثيري او مبرهنة، صفحة 15 يا صفحة 14 العفو. عندنا ثيري او مبرهنة. شو تقول هاي المبرهنة؟ تقول انه عندنا حالات نريد نبرهنها. الحالات اللي نريد نبرهنها، أول حالة يقول أنه الدك الكونجوجيت إذا عددين مركبين Z و W، فإن الكونجوجيت هذا يتوزع عليهم، يعني الكونجوجيت يتوزع على عملية الطرح ويتوزع على عملية الجمع. طبعا هنا هو ليش يكتب لك زائد؟ ستقول شاوين الناقص، يقول لك ماكو داعي، يعني احنا بالرياضيات بنقول زائد نقول زائد نقصد بي زائد ونقصد بي الناقص. فهذا يشمل الحالتين، يشمل حالة الزائد ويشمل حالة الناقص. شلون تحله هنا هذا السؤال؟ راح اخلي حله عليك، ما راح احله اليوم، بسيط. هيك راح تحل، راح تفرض انه اكو زت يساوي لاي زائد بي اي، تقول له ليت يساوي، وتفرض الدبليو يساوي لسي زائد دي اي، خوش حكي. النوبة تجي تجمعها عندني زد زائد دبليو، يعني تجمع ذني العددين اي زائد بي اي وسي زائد دي اي، خوش حكي. تجمعهن وتاخذ الكونجيجيت للكل، والنوب تجي تاخذ الكونجيجيت للزد وتاخذ الكونجيجيت للدبليو، وش تسوي؟ وتجمعهن، يعني مره تاخذ مره تجمع وتاخذ المرافق للكل، ومرة كل عدد تاخذ للمرافق وتجمع، المفروض تطلع الجهة اليمنى تساوي الجهة اليسرى. وش حكي؟ النقطة الثانية نفس الفكرة بس ضرب. زد ب دبليو يقول يتوزع على اليمن على عملية الضرب، ويتوزع على عملية القسمة، وما ننسى مني يقول لك عملية الضرب وش يقصد؟ يقصد وياها القسمة. يقصد وياها القسمة. لأن هو شو يفرض؟ يقول هسه أنت واحد يقول له زين القسمة شلون راح تتحقق؟ يقول لك القسمة أنت افرض الدبليو، أصلا افرض الدبليو هي جايتني من واحد مثلا على شنو الاعداد اللي باقيه، احنا شنو نرمز لها؟ اي رمز ذكروني؟ سي، بحيث هذا كونجكت وهذا كونجكت. اذا راح نصير هيك زيت على اليمن مضروبه في واحد على سي، الكل كونجكت، معناها زيت على سي شي يساوي لي، يساوي للزيت كونجكت في الدبليو كونجكت واحد على سي كونجكت. هاي اذا ترتبها ايش راح تصير؟ راح تصير عندك زيت على سي الكل كونجوجيت شي يساوي. هذا مو برهان، هاجي اوضح لك ترى هي عملية القسمة متضمنيها هنا بالظروف. فلذلك احنا بالجمع نذكر بس عملية، بالجمع والطرح نذكر بس عملية الجمع. اذا قال لك جمع يعني يقصد عملية طرح وجمع، واذا قال لك ضرب يقصد ضرب وقسمة. زين، هسه الخطوة الثالثة أو المبرهنة الثالثة، النقطة الثالثة هم سهلة، النقطة الثالثة يقول أنت من تجمع العدد ويا المرافق مالته يعطيني اثنين
في الريال مال العدد زيت. هاي بسيطة مبينة، يعني انت تجيب الزيت اي زائد بي اي وتجمعه ويا من ويا الاي ناقص بي اي المرافق مالته، هذا راح يروح ويا هذا يبقى 2 اي، والاثنين اي هي اصلا 2 والاي هو الجزء الحقيقي مال من مال العدد زيت. يقول بعملية الطرح يبقى بس الخيالي، يعني نقول له اذا زيت ونقص منه زيت كونجوجيت راح يبقى 2 في الجزء الخيالي، عفوا مو الجزء الحقيقي، الجزء الخيالي يعني imaginary اي ام، وهم واضحة هاي عندكم كلش واضحة. راح نقول له اي زائد بي اي السالب تنضرب العفو اي زائد بي اي، انه هو عندك سالب سالب اي زائد بي اي العفو سالب الكونجوجيت، خليني اكتب لكم هذا كونجوجيت اي ناقص بي اي، فهي راح تتبسط، يعني راح يصير اي زائد بي اي ناقص اي ناقص في الناقص زائد بي اي، فراح تروح الاي ويا الاي يبقى عندك 2 بي اي، خوش حكي. ومن يبقى عندي 2 بي اي فش راح يساوي لي الناتج؟ يساوي لي 2 اي في ايماجينري الزيت، هاي ما ننساها الاي لان الاي ما تابعة المين، ما تابعة للإيماجين. زين المباراة هنا خلينا نقول النقطة اللي وراها شوية مهمة مثل ما يقولون interesting. يقول انه انت اذا كان عندك زيت، خوش حكي، في الزيت هيجي يساوي لي ينتمي للار يمته إذا وفقط إذا العفو لا لا مو هيك المبار هنا، بس هاي ينتمي للآر، هذا انت وهذا هم سهلة، يعني راح تجيب الأي زائد بي آي وراح تجيب الأي ناقص بي آي، يقول بس إنه هذا يعني إحنا ندعي ينتمي، وهذا تعرفون راح نطبق الطريقة مالتنا، يعني نوزع إذا نريد نوزع هسه اي تربيع ناقصا بي اي اي بي اي زائدا اي بي اي، طبعا يصير ناقصا بي اي تربيع، وهذا اي تربيع راح يبقى هذا السالب ويا الموجب يروح، يبقى سالب اي تربيع سالب في سالب تبقى، فلذلك احنا نعرف نقول العدد في العدد العدد اذا ضربناه بالعدد المرافق مالته الناتج راح يكون مربع الحقيقي زائد المربع الخيالي، هاي قاعدة احفظها وياي، واذا تريد اكتبها بدفترك موجودة بالسادس بس خاف ما تتذكرها. يقول العدد اذا ضربناه بالعدد المرافق مالتك والعدد مركب نضربه بالعدد المرافق مالته فان الناتج يساوي مربع الحقيقي زائد مربع الخيالي، ونقول لكم خيالي بدون اي ما ننساها. زين خلينا نشوف المبرهنة اللي وراها، فكومبلكس نمبر ابسولوت فاليوم، مبرهنة رقم 1.332 يعني عفوا ديفينشن تعريف نيجاتيف سكوير روت، خوش حكي. جيد هنا اهم شغله مهمه جدا مهمه، انتم تعرفون انه احنا بالرياضيات يعني بالرياضيات عندنا سجل هاي الملاحظة يمك قبل لا نبلش، مرات إذا يطلب منك يقول لك اثبت زيت حقيقي، اثبت زيت عدد حقيقي مو عدد مركب، شلون تثبتها؟ شلون تبرهن؟ تثبتها كالآتي، تاخذ لها الكونجوجيت الزيت، تاخذ لها الكونجوجيت كون تبقى نفسها، العدد اللي تاخذ له كونجوجيت يبقى نفسه معناها هذا عدد حقيقي. فدائما تجينا اسئله وبراهين يقول لك اثبت ان كذا كذا او هذا المقدار او هاي المعادله هي عباره عن معادله حقيقيه او عدد حقيقي، ايش نسوي؟ ناخذ لها الكونجوجيت ونثبت ان الكونجوجيت يساوي نفسها، هاي ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي انه عدد حقيقي. خوش سجل هندني يمك ملاحظات لان هذا الفصل بهواي يعني خلينا نقول راح نرجع له بعدين، هسه ما اتعمق بيه، مو وقتها واحد يتعمق بيه، فذني اللي احكيه رجاء سجلن يمك كل الملاحظات. الشغله الثانيه مثل ما تعرفون احنا بالاعداد الحقيقيه عندنا اذا عدد ربعناه بعدين جذرنا، اللي متابعين وياي راح يعرفون انه المطلق، ولكن اذا جذر الاكس
واجينا ربعناها راح يطلع الناتج اكس. زين، بالعدد الحقيقي هاي المسافه، عفوا بالعدد المركب هاي المسافه، طبعا ايش راح تساوي؟ راح تساوي لي الاي تربيع زائد بي تربيع اللي هي شو نسميها الطول. فتلاحظ هسه احنا اذا ربعنا الطرفين راح نحصل زد، شو يساوي؟ زد تربيع شو يساوي؟ اي تربيع زائد بي تربيع. بس انت اذا تلاحظ اي تربيع زائد بي تربيع هنا طلعناها شو تساوي؟ تساوي للزد في الكونجوجيت مالته. فعندنا معادله مهمه جدا تقول من نجي نضرب العدد بالعدد المرافق مالته الناتج ايش راح يكون؟ راح يكون طول هذا العدد تربيع، هذا الناتج. هاي مهمه المعادله جدا، نحتاجها بهواي شغلات، وهسه راح اعطيكم المبرهنه الثانيه اللي وراها وشلون راح نحتاج هاي الشغلات. المبرهنه الثانيه راح يقول خلينا نطلع ورقه جديده، ما عندنا شيء. المبرهنه اللي هي مبرهنه 1 33 رقم 33 يقول يا بلي تكون زد تو دبليو، ليت المبرهنه يقول لتكن زد تو دبليو ان وين ينتمي من اعداد مركبه، ما عندنا مشكله. يقول اي اول خطوه اثبتوا لنا انه طول الزد تكبر من صفر، طول الزد تكبر من صفر، خوش حكي. انليس زد يساوي صفر، واذا زد يساوي صفر معناها شنو؟ معناها طول الزد هم يساوي صفر. طبعا هاي الشغله خلينا نقول كلش بديهيه، بس اول مره احنا شو نسوي؟ نحول القضيه. شلون نحول القضيه؟ للابسط من عتها، فنقول له يابا طول الزد هو طول الزد شو يساوي؟ يساوي اي تربيع زائد بي تربيع. هاي اذا ضيمته اول ما تفرض الزد يساوي اي زائد بي اي، وانتم تعرفون نقول له الجذر هو عباره عن قيمه موجبه او صفر، دائما قيمه موجبه او صفر. فاحنا اذا كان موجبه ما عندنا مشكله، واذا كان قيمه الجذر صفر، او قيمه الجذر اذا كانت قيمه الجذر صفر، يعني اذا كانت قيمه الزد تساوي صفر، فهذا يؤدي الى ان معناه هذا الجذر كله زائد بي يساوي صفر. زين، هذا يساوي صفر، معناها اي تربيع زائد بي تربيع يساوي صفر. قيمتين موجبات مربعيهن جمعناهن صفر، اذا كل وحده منهن صفر، اذا الاي يساوي صفر. شوف شلون تستنتج، ما تعبر خطوه وتقول هاي سهله، كل وحده تعطيها تعليلها. يا باي شلون عرفت انت تساوي صفر؟ نقول له سهله، هذا القانون يساوي الجذر، والجذر يساوي صفر، الربع الطرفين نخلص من عدهين، خوش حكي، راح يكون عندك اي تربيع وبي تربيع، انه بالربع نخلص من هذا، ايش راح يبقى عندي؟ اي تربيع زائد بي تربيع، قيمتين موجبات جامعهن يساوون صفر، اذا اكيد كل وحده منهن صفر. زين، الخطوه الثانيه هم سهله، يقول لك يا بي النقطه الثانيه بالمبرهنه هم بسيطه، تلاحظون نمشي بيه بسرعه، يعني هاي من نهايه الفصل امور خلينا نقول اساسيات ونرجع لها، يعني احنا بعدين بعدين شلون نرجع لها تلاقينا هي بالحل نحتاجها، هاي راح هواي تتكرر علينا لحد ما تصير بديهيه ان شاء الله. يقول يا بي العدد الكونجوجيت هو طوله نفس طول العدد الاصلي، ما يراد لها علم، احنا غيرنا بس اشاره، ما غيرنا يعني ما غيرنا بس اتجاه العدد المركب. يعني لو العدد المركب هنا كان هذا 1 زائد i، انا غيرت سويته، سويت بس فريته، احنا نقول بس غيرت الزاويه مالته، غيرت الزاويه من هي كانت موجب باي على 4، ايش سويتها؟ انا نزلتها لجوا سويتها سالب باي على 4، او باخرى نقول لا فريتها، انا فريتها 90 ب 90 ب 90 270 و45 315، يعني 315 سويتها، 315 بلش كده، هنا 45 2 وهنا 2 دني 4 وهنا 2 دني 6 7 7 باي على 4، يعني 7 45 7 باي على 4 فاي زاويه. فنقول احنا بس غيرنا اتجاه فالطول يبقى ثابت. هنا شلون راح تحل انت؟ تقول انا اريد ابرهن، نفس الفكره، ترو اذا تحلهن كلهن انت بيدك، اريدك تفرض زد تساوي اي زائد بي اي وتروح تطلع طول، شو يطلع؟ يطلع طول الزد اي تربيع زائد بي تربيع، والنوبة تروح تاخذ للكونجوجيت ويطلع عندك اي ناقص بي اي، وهم تاخذ طول الزد كونجوجيت. حليته انا عليه من بعد. مربع الحقيقي ينزل، مربع الخيالي سالب بي تربيع، بس بالتربيع يرجع لو ما يرجع، اي تربيع زائد يصير بي تربيع، انتهت، صار المشابهات، اذا تساوي، خلصت خلصت هاي الخطوه. زين، هاي شغلة ثانية هم النقطة اللي وراها هم خليها عليكم،
انا اقول اخليها عليكم وبعدين انا احلها. Z2W شي يساوي، طبعا احنا نسميه اوميجا، ترى ما نسميه دبليو بس احنا اوميجا يعني غوش حكي. فهسه نجي نضرب ذني ونطلع الطول مالهن، ونجي يعني تجي تفرض نفس الشيء الخطوه مالتك، شلون خطوات الحل عندك، تجي تفرض الزد اي زائد بي اي، وتفرض الدبليو سي زائد ان دي اي، تجي تضرب العددين راح يطلع عدد مركب تاخذ للكونجوجيت. النوبه تاخذ طول الزد وحده وتاخذ طول الدبليو وحده وتضربهن اثنينهن، المفروض يطلع قيمتين على اليمين وعلى اليسار مشابهات. وهذا البرهان شيء بسيط جدا يعني مال المرحله المرحلة الأولى، هذا فضاء متجهات كنا ناخذ المرحلة الأولى يعني سهل. الخطوة اللي عندي هنا مهمة، يقول أنه ريال الزيت دائما أقل من طول الزيت. هاي الانيكواليتيز المتراجحات جدا مهمة، وراها هواي طلب تترتب عليها هواي أمور نحتاج نحل بها هواي مشاكل. ريال الزيت أقل أو يساوي طول الزيت، وش حكي؟ يقول أنه طول يعني تعرفون الجزء الحقيقي للعدد المركب ممكن يكون سالب، فهو يقول الطول أو مطلق، هنا الريال المطلق ما تنسميه مطلق يعني ماكو داعي نطلق عليه طول، بس هو يصح عليه الطول، تعرفون اللي يصح للأعم يصح للأخص، ولكن اللي يصح للأخص مو شرط يصح للأعم إلا بشروط دائما بصورة عامة بالمنطق الرياضي. فيقول الريال زيت دائما راح يكون عندي أقل منين؟ دائما راح يكون عندي من طول الزيت كاملة. زين، شنو هو اللي راح نسويه؟ شلون راح نسويه؟ راح نسوي كالآتي. نقول له يابا أنت تدري أنه الأي تربيع دائما أقل أو تساوي الأي تربيع زائدا بي تربيع. طبعا انتم لا تنسون احنا فرضنا الاي بالبرهان، المفروض تقول ليت ليكون ان، وعيدن الخطوات حتى تترسل ورقه كتابه حتى تاخذ درجه خوش. ف واحنا يعني هسه هاي خلينا نقول نظريه، هذا العفو هذا عندنا فد شيء معروف، بس اذا ناخذ احنا جذر للطرح هسه هاي شغله بديهيه جدا، نبدي من شغله بديهيه جدا. الخطوه اللي وراها ناخذ الطرف وين؟ ناخذ الهن المطلق، عفوا ناخذ الهن الجذر، فراح تصير عندي اي تربيع زائد بي تربيع. تعرفون هذا راح يكون عندي هذا الاي اقل ويساوي هذا طول الزيت، صحيح ولا؟ هذا طول الزيت مربع الحقيقي زائد مربع الخيالي تحت من؟ تحت الجذر. زين، اذا هذا طول الزيت جاء هذا هذا صار عندي مطلق الاي، شنو مطلق الاي؟ الاي هي شنو؟ نقول الاي مبينه، الاي الجزء الحقيقي مالت الزيت، فالاي راح نشيله نخلي مكانه ريال الزيت اقل او تساوي منين؟ فاحنا حتى نبرهن نرجع لامور اكثر اساسيه، فرجعنا لمن؟ رجعنا للاعداد الحقيقيه والاكبريه والاصغريه مالتها، ورجعنا للامور الاساسيه. زين، عندنا هسه النقطة الأخيرة وهي تقريبا أهم مشكلة نسميها الترينجل انيكواليتي، المتراجحة المثلثية، تعتبر من أهم الأمور بالتحليل الرياضي والتي تتوقف عليها الكثير من المشاكل الرياضية. الانيكواليتيز بها شغل أكثر من الايكواليتيز، يعني الأكبر أو يساوي الأصغر أو يساوي بها أكثر من 80% من شغل الرياضيات، والمساواة ذني هيك يعني بعدين، يعني المساواة حالة خاص. أريد نثبت أنه هذه الجهة أن المطلق إذا توزع على حدين مجموعات فذني راح يصير دائما أكبر أو يساوي. هاي ليش يسمونها ترينجل إنيكواليتي؟ ترينجل إنيكواليتي أنت لو أخذت هسه هذا المثلث وأخذت نقطة تبعد هنا وأخذت نقطة تبعد هنا وطلعت المسافة منا لهنا، فرضا هذا الطول انت سميته منا لهنا W، وهذا الطول انت سميته منا لهنا سميته Z. يقول لك من تجي انت من تجي تجمع طول ال W وتجمع طول ال Z، دائما ذن الطول مالهن منفردات اقوى مما تجمع اطول مما تجمع يعني Z وال W.
يعني متاخذ طول الزت والدبليو مجموعة، دائما طول الدبليو وحده اكثر منين؟ اكثر من طول الزت وحده. خوش حكي، اذن النقطتين هنا من، طبعا لا تاخذها لي على شكل متجه، لا احنا هسه ما جاي نسولف على المتجه، جاي نسولف، لهذا سموها المتراجحه المثلثيه، لان يعني يقول لك اذا اكو نقطه هنا بعدين هسه راح تعرف شنو معناها متراجحه مثلثيه، هسه احنا ما جاي نتعامل وياها هيك، جاي نتعامل وياها على شكل اعداد، بس هاي سوينا متراجحه المثلثيه لان هي شغلها على من؟ شغلها على المثلث وبالذات بالار تربيع. زين راح نسوي هسه، ناخذ هاي طريقه برهانها مهمه ودائما تجي بالامتحان. راح ناخذ الجهه اليسرى وناخذها تربيع، وتعرفون اذا تربيع يعني ايش راح نسوي؟ نقول هذا عدد مركب بالداخل، لو مو عدد مركب نقول له عدد مركب، يابا عدد مركب وربعته وش راح ينفتح؟ نقول له سهله، عندنا قانون يقول العدد المركب يصير طوله تربيع، وقف القلم اشتغل القلم. نقول عندنا بالرياضيات تونا اخذناها تونا سولفناها، قلنا الزيت اذا تذكرون قلنا زيت في زيت داش يساوي طول الزيت تربيع، مو قلنا هيجي؟ زين هسه منطيني طول الزيت طول العدد المركب تربيع، اذا راح اقول له يابا ترى يعني انت تقصد مني العدد ينزل واضربه بالمرافق مالته. منين جبت هاي الخطوة؟ جبت هاي الخطوة من هاي اللي تونا اخذناها، هاي الملاحظة او هاي الخاصية اللي وراها راح نوزع، يا بزيت في زد داش زائد زيت في دبليو بار، العفو كونجوجيت، زائد دبليو في زد بار زائد دبليو دبليو بار. هم من هاي الملاحظة راح نستنتج انه هذا راح يكون عندي طول الزيت تربيع، زائد هذا ايش راح يكون عندي؟ هذا راح يكون عندي اثنين. هذا هسه اذا تنتبهوا لهنا، هذا هسه اذا تنتبهوا لهنا، طبعا اكو عندي ملاحظه شو تقول؟ تقول انه الزت هو جايني منين؟ جايني من زت كونجوجيت كونجوجيت، زت كونجوجيت كونجوجيت، يعني العدد اذا تاخذ له طبعا عدد الساحه عدد مركب، اخذ له المرافق يغير اشاره الخيال، اخذ له مرافق مره ثانيه يرجع على وضعيته الاصلي. زين راح نحول هذا، شوفوا شلون نحوله، نقول له يعني انت تقصد زت ودبليو، ذن بداليات راح نقلبهم، زائد العفو كونجوجيت بكونجوجيت ايش راح يصير؟ راح يصير عندك زت، شوف هسه انا من اطبق الكونجوجيت على زد ترجع زد نفسها، اطبق كونجوجيت كونجوجيت على الدبليو ترجع الدبليو بلا يا كونجوجيت، زائد هذا راح يصير دبليو شنو؟ دبليو تربيع. يعني خل بعد نسوي لنا خطوه. زين ذني عدد ونجمع، قلنا اذا زد ونجمع الكونجوجيت مالته وياه ايش راح يصير؟ راح يصير عند اثنين في الحقيقي، اثنين في ريال الزد، كذا القلم اثنين في ريال الزيت، فراح يصير عندي يا بتر الزيت كل تربيع زائد هنا عندك راح يصير هاي القيمة وهاي القيمة، راح يصير عندك اثنين في ريال، ريال وين العدد؟ العدد زت ودبليو زائد تربيع. حلو زين، الخطوة اللي وراها هسه احنا ايش راح نسوي؟ تونا شرحنا، تونا شرحنا ايش قلنا؟ قلنا انه الريال مالت العدد اقل من طول العدد، الريال مالت العدد اقل من طول العدد، يعني نفهم انه هذا المقدار اللي هو ريال زد تو دبليو اقل منين؟ مطلق الزد في دبليو، مو هيجي؟ مطلق الزد في دبليو. زين وهاي ايش راح نحصل من عندها؟ هسه راح اقول لكم. اذا حصلنا اصغر، العفو، حصلنا شنو؟ انيكواليتي، من دخلنا هذا المقدار اللي على اليمين راح يصير اكبر من هذا المقدار، ايش راح نسوي هسه احنا؟ الخطوه اللي راح نسويها راح نسوي الاتي، طبعا احنا هذا بس نخلي له مطلق هاي الجهه تصير اكبر، لان هذا مو دائما موجب، ما ندري بي دائما موجب، بس هسه ايش راح يصير؟ كلها راح تصير اكبر او يساوي بسبب هذا المقدار.
اثنين خوش حكي راح يكون هيجي عندك الطول زائدين زين. الخطوه اللي بعدها الخطوه اللي بعدها احنا ايش راح نقول له؟ قل له يابا انت اذا عندك مطلق زيت ب دبليو تقدر تسوي المطلق الزيت في مطلق الدبليو اي المفروض تونا برهناها قبل هاي الصفحه. حلو يابا وشن اللي عندنا بعد نقول له؟ ما ننسى عندنا احنا هم اخذنا من الساعه مبرهنه وثبتناها تونا بهذا الدرس قلنا انه مطلق الكونجوجيت هو نفسه مطلق الدبليو، فايش راح اعوض انا؟ راح اعوض بهذا المقدار مكان هذا، فراح يصير عندي الاتي. راح يصير عندي الاتي: الزيت الكل تربيع زائدين اثنين، راح يصير عندك طول الزيت وطول الدبليو زائدين طول الدبليو تربيع. ويمكن هسه تعرفون لمن ترجعون هذا لاصله، اعتقد مبين اقل او يساوي، تعرفون هذا المن راح نرجعه. مربع الاول اثنين في الاول في الثاني زائد مربع الثاني، يعني معناها يصير مطلق الزيت زائدا مطلق الدبليو تربيع. مربع الاول زائد تربيع اثنين في الاول في الثاني نزلين. اذا بالجذر هسه شو نقول؟ بالجذر نجذر الطرفين راح نحصل انه الزيت زائدا الدبليو اقل او يساوي مطلق الزيت او طول الزيت زائدا طول الدبليو. وهاي خلصت عندنا، تعتبر اهم شيء بالدرس، يعني تعتبر اهم شيء بدرس اليوم هي هاي. زين ايش قصر التسجيل؟ انا ما اريد اطول الدرس، جتني شكاوى وامور لا تطول الدرس والدرس طويل. يابا هو شويه هسه عندي مبرهنه انا وحده، وهاي المبرهنه وش حكي؟ المبرهنه مهمه جدا، وبصراحه رايت اي سواريز ان كواليتي جاي يسولف على سواريز ان كواليتي هو، بس هو هسه ما اطابيها. احنا ليش نطبيها؟ اطابيها هواي حاكيها ملاحظه تجي البوكتها هسه نعوفها. هسه ايش عندنا يقول؟ يا بي انا اذا عندي كومبلكس نمبرز، شوف الفكره هسه ايش راح يصير عندي؟ هاي عندنا مبرهنه جدا مهمه، مبرهنه صعبه شوي راح نبرهنها هسه، بس الها برهان اقوى اعتقد بالفصل السابع، برهان جدا مرتب واكثر تطور. زين ها وبالتمارين مو بالليل، يعني انا ما راح اتطرق للتمارين الا من اخلص الكتاب كله والله كريم. يقول يابا احنا عندنا اعداد مركبه كومبلكس نمبرز من الاي اي 2 لحد الاي ان، لان اعداد مركبه، وعندنا كذلك بي 1 الحد البي ان، هي شبيهة هي كومبلكس نمبرز. خوش حكي. طبعا احنا شنو اللي سويناه؟ يعني شوفوا هنا الفكرة المبرهنة خلي اكتبها لكم بعدين اشرحها، يعني اشرح مو برهانها اول مرة نفهمها، يلا نبرهن. يقول فيا بسميشن جي من الواحد لحد ما نوصل للان اي اي عفوا اي اي بي جي اي جي انا بي جي الكل تربيع اقل او يساوي ايش حكي؟ سميشن من الواحد للان اي اي تربيع سميش المضروبات ضرب دني بي جي. طبعا المطلق احنا ما لنا علاقه لان المطلق ما ياثر عليه. هسه تقول غير استاذ المفروض هذا بي جي كونجوجيت ما ياثر، ما طول مطلق هو الكونجوجيت مالته راح فماكو داعي كتبه، ولكن هو مثل ما جبالك، اذا جبالك هو كونجوجيت هو صحيح مثل ما جبالك. شو هاي صعبه من واحد للان؟ شو خلينا نكتبها بالله اثنين، خلينا نكتبها اثنين شوف شنو الوضعيه. يعني يقول انت اذا عندك اعداد مركبه ذني، يعني معناها عندك ال اي 1 بي 1 زائد اي 2 بي 2، جاي شوف شلون اعداد مركبه واحد مضروب بالثاني تربيع، فذني اقل منين او يساوي؟
طبعا اخذت بس اثنين هسه اي 1 واي 2 بي 1 وبي 2 يعني بس عددين. يقول هذني اقل منين؟ اقل منه اي 1 اوكي زائدا اي 1 تربيع زائدا اي 2 تربيع. شوف شلون مضروب ب من؟ مضروب بالآتي، مضروب ب1 تربيع ب2 تربيع. هيك الفكرة. هاي المبرهنة تقول يعني هسه احنا سوينا جبنا بس اللي طبعا هنا كونجكت، عفوا هنا كونجكت خوش، احنا جبنا هسه بس اثنين عوضنا هنا. هو يقول واذا ثلاثة تكمل بعد يجي هنا قوس ثالث، واذا اربعة يجي قوس رابع، واذا ان لحد ما توصل للان، بس ما قايل للانفينيتي لان مو كل الامور اللي ترهم للانفينيتي ترهم للمنتهي ما ترهم للمنتهي. هسه نريد نبرهن هاي المبرهنة، نريد نبرهنها. شلون راح نبرهنها هاي المبرهنة؟ شلون راح نبرهنها؟ باو علي. المبرهنة راح تكون كالآتي. البروف مالتها نقول له خلها ببالك هسه انت يعني بعدين نطور بهذا الموضوع. نقول له راح نخلي A هذا السميشن ترى عبارة عن عدد حقيقي، يعني المفروض هي سمبل، المفروض والمفروض ما اذني ما بهن انفينيتي، ما يروح للانفينيتي. راح نفرض هاي الجهه كلها تساوي لي اي، ونفرض هاي الجهه كلها تساوي لي بي. العفو هاي اكو هنا تربيع بي جي يساوي بي، والسي قال يا بس سي بلايا تربيع، اخذناها السي بلايا تربيع، السي شو تساوي لسميشن اي اي عادي بي جي، ما عندنا مشكله طبعا لازم الكونجكت وياه. زين اخذناها هسه ايش راح نسوي؟ شوف الفكره اللي راح نسويها، الفكره اللي راح نسويها هو راح ناخذ هذا المقدار، ناخذ سميشن مطلق بي اي جي ناقص سي بي جي. احنا راح ناخذ هذا المقدار، ما حد يقول لنا انتم غلطانين، نقدر ناخذه بكيفنا. قيمه كومبلكس خوش حكي، عليها مطلق منه ومنها، راح يخلصني تبقى عدد حقيقي، اذا خلى المطلق راح يبقى الناتج وربعنا. ايش راح نسوي هسه احنا؟ هذا القوس راح ينضرب في نفسه، يعني هذا راح يصير سميشن عباره عن بي اي جي ناقص سي بي جي ومضروب عندي بي. هاي منين جبناها الخاصيه؟ جبناها الخاصية لأنه شنو هو؟ لأنه تعرفون كل عدد مركب إذا طوله تربيع فهو جايني من نفسه في الكونجوجيت مالته، فهذا راح يصير عندي كله عبارة عن الكونجوجيت. هاي البي كونجوجيت، هاي البي كونجوجيت ناقص أنا هاي السي بي، كله كونجوجيت واحد طبيعي بي جي كله كونجوجيت، هذا الكونجوجيت مالته. شنو اللي راح نسوي هسه؟ راح نضرب الأقواس، نضرب الأقواس نقول له أنت، نضرب الأقواس نقول له يابا أنت السميشن أبقى على وضعيتك، أبقى مالك شغل، ونجي هذا في هذا نوزع بهذا المقدار كله بهذا المقدار كله. شنو اللي راح يصير؟ نقول له راح يصير هذا المقدار الطول مالته تربيع، يعني طول البي حسب التعريف مالتنا جي الكل تربيع، لأن عدد مركب بمن بالكونجوجيت مالته فراح يصير كله تربيع. زين بعد قلنا ناقص، راح يصير عندي ناقص هنا اي اي العفو جي جي كله جي كله جي خاف انسي بي سي، ضربنا هذا بالثاني انه بنجي نضرب هذا بهذا هم ناقص هم ناقص. طبعا بي سي ايش راح نسوي؟ اوكفولي ضربنا بي اي السي كونجوجيت وهذا البي كونجوجيت ما ننساه. هسه نجي نضرب هذا المقدار بالمقدار الاول، راح يصير عندي سالب البي كونجوجيت ننزلها والسي مو كونجوجيت، وعندنا الاي كونجوجيت والبي جي مو كونجوجيت. انه بناخذ هذا المقدار بهذا المقدار الاخير، طبعا ظرف راح يصير موجب هو وي اخوش، راح يكون عندي راح يكون عندي تربيع لان عدد مركب وضربنا به من بالكونجوجيت مالته، فالناتج راح يطلع عندي مطلق تربيع. زين راح نوزع السميشن على الاول وعلى الثاني وعلى الثالث وكلهن بالتفصيل، وراح نشوف شنو اللي نحصله.
من نوزع السميشن، السميشن طبعا الجي من الواحد للان يكون فعال للامور اللي بيها اللي بيها جي فقط، راح يكون فعال للامور اللي بيها جي، الامور اللي ما بيها جي تعامل معاملة الثابت، لان الاندكس اذا تتذكرون الاندكس مالت السميشن نتعامل وياه شلون متغير التكامل، فاي متغير ما بي اي هو خارج السميشن، فنوزع السميشن عليهم كلهم. قال لي يابا التربيع هذا البي ما له علاقه، يطلع خارج السميشن تربيع، ويبقى السميشن محتار بي من محتار بالاي جي الكل تربيع ناقص هذا البي، البي والسي كونجوجيت تطلع لي برا، هاي بي وسي كونجوجيت ما له علاقه. ايش يبقى عندك؟ يبقى عندك سميشن، هنا عندنا الاي جي وبي جي داش وما بيها مطلق ناقص، هم كذلك البي داش والسي خارج السميشن، طبعا سميشن هذا ثابت بس نكتبه للاختصار يعني للان نفس اللي بالسؤال، فالجي كونجوجيت والبي جي زائدا هذا المقدار هم كذلك، هم راح نوزع عليه هنا لهنا، فهذا راح يصير السي تربيع عندي موجود، والسميشن راح يكون عندي بي جي الكل شنو الكول عندي تربيع. زين هسه من تجي تريد ترتب هاي الفكره راح نرجع نعوض، انت لا تنسى هذا قيمه من، هذا قيمه اي تربيع، هاي قيمه شنو، هاي قيمه اللي صارت عند السي، هاي قيمه السي زين، هاي من صارت قيمه السي هاي ايش صارت عندي هنا، وقفوا لي خلينا نتذكر ايش رمزنا للسي، السي وين هالسي، ها نعم هاي السي، هاي السي وهاي شنو، هاي سي كونجوجيت، اذا صار عندي سي بسي كونجوجيت، يعني هاي هنا عندي سي وهاي عندي هنا سي كونجوجيت، هاي عندي هنا اي واكيد اكو بي هذا البي. حلو اذا خلينا نجي نرتب شغلنا، باول هذا اي بي تربيع ينزل اي وبي تربيع ناقص، هذا بي سي كونجوجيت مضروب عندي بسي، سي في سي كونجوجيت اذا تتذكرون ايش يطينه، يطين السي تربيع ناقص، يا بي كونجوجيت وعدنا سي وعدنا هذا صار سي كونجوجيت مو سي، سي بسي كونجوجيت راح يطين بي كونجوجيت، وقفوا لي نسيت هنا البي، نسيت هنا البي هم زين، وانتم ما حد قال لي هنا البي تنزل وهنا عندي مطلق السي او طول السي بالاعداء مركبه نقول طول السي حتى يكون واضح، هنا البي كونجوجيت ننزلها وهنا ايش عندنا، عندنا راح يكون طول السي، يمكن وضحت عندكم هسه اذا طلعنا السي عامل مشترك وقلنا بي ناقص بي او نجمع هذين جمع ثار هذين اثنين من سوالف عفوا عبال واحد مو جبه حساب، عندنا هنا بي سي تربيع، عندنا هنا بي وسي تربيع وش حكي زين، هسه الخطوه شنو اللي راح تصير، طبعا عندنا بي بعدنا بي كونجوجيت بعدنا سي بعدنا سي كونجوجيت زين، الفكره هنا هيك راح تصير، نريد نرتب عوامل مشتركه حتى شي يطلع عندي، يطلع عندي مقدار مرتب زين، هسه عندي انا هنا بي تربيع بالاي، عندنا بي بسي تربيع، هنا سي تربيع، عندنا شغلة، عندي شغلة أنا بعد شوية أخذت لي نظرة على الحل، الشغلة شنو هذا ما راح يعطيني، ما راح يعطيني اللي أريده، ما راح يعطيني المطلوب، الشغلة سوينا إحنا من طلعنا السي طيناها تربيع ما أعطيناها مطلقها وياها، يعني هي تستحق مطلقها، ليش؟ لأن هاي تستحق المطلق بالبداية، يعني توزع المطلق عليها بعدين التربيع، فهي أصلاً تستحق مطلق، فتطلبنا مطلق، طبعاً إذا أعطتنا مطلق هسه انحلت المشكلة. حلت صارت واضحة جدا، شلون حلت؟ هذا موجب واحد يروح وهذا سالب انتهت. ايش بقى عندنا الناتج؟ بقى عندنا الناتج الآتي. بقى عندنا الناتج انه A B تربيع ناقصا B مطلق السي الكل تربيع، نطلع البي عامل مشترك، يطلع البي لبرا عامل مشترك، ليش طلعته؟ ما أدري بس نطلعه ناقصا خلينا نشوفه. نعم بقت عندي بس B، الظاهر هسه صارت جدا جدا واضحة عندكم. وش حكي؟ شلون صار جدا واضحة عندكم؟ هذا راح نستفاد منه الآتي، شنو اللي راح نستفاد منه؟ نستفاد منه الآتي، طبعاً ما ننسى أنه الـ A والـ B والـ C صارت أعداد حقيقية، ليش؟ لأنه سميشن لأطوال،
فصارت أعداد حقيقية. هذا المقدار ما يشيل مطلق تربيعي، يعني المفروض هذا كل شيء يكون أكبر أو يساوي صفر. يعني راح نحصل من هذا الشغل الآتي، حصلنا أنه ب AB ناقصا C تربيع راح تكون أكبر أو تساوي صفر. قسم على B راح نحصل الآتي، راح نحصل AB ناقصا C تربيع أكبر أو تساوي صفر. ودي هاي ذيك الجهة، راح تصير عندك كل C مطلقها تربيع أقل مني، راح نوديها هاي C لهنا AB، درجع عوض ذني مكانها، نعوضهن مثل ما خليتن. هذا السي ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك مطلق، خلنا انزلها شوي، شوفها مطلق سميشن نعم اعود رتا انا شوي اغير بي جي، الكل تربيع اقل او يساوي منين؟ اقل او يساوي الاي، وين الاي؟ راح اكتبه جوا الاي، وين الاي؟ سميشن الاي جي الكل تربيع مضروب بي من؟ مضروب بسميشن البي جي الكل شنو هو الكل تربيع، وهاي ما ننساها الجي تساوي من واحد للان كله من واحد للان. خوش حكي. فهيك راح يصير مبرهن برهان برهنة مالتنا، والها هاي ان شاء الله برهان متقدم بعد اكثر بالمبرهنات الجايه. خلصنا يعني من المقدمه اللي مذكوره بالكتاب حول الاعداد المعقده او الاعداد المرتبه، وان شاء الله بالمحاضره الجايه راح ندخل على الفضاءات الاقليديه، احتمال الاسبوع الجاي لان جاي افرغ انا بس بالويكند، يعني بس عندي شغل، يعني أروح للجامعة بالسبعة ونص الصبح وأرجع الساعة بستة العصر، هذا دوام الجامعة يعني. فإن شاء الله نسألكم الدعاء أولا، أو الله يوفقكم، وأحتاج دعائكم كلش، وإن شاء الله نكمل يعني على الأغلب على الأسبوع الجاي محاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.